صباح الخير والسعادة، صباح الأمل والعمل، صباح العشم في الله. كلنا يبقى عندنا عشم في الله، ربنا يا رب إن شاء الله يوفقنا في كل اللي بنتمناه، ننزل من يومنا وإحنا مبتسمين وإن شاء الله يوم يبقى سعيد علينا كلنا. صباح الخير يا محمد. صباح الفل عليك يا أسماء، صباح الخير والرضا على حضراتكم. يوم جديد كله يا رب كده نشاط وعمل، أهم حاجة العمل في رمضان، ما نكسلش. الشهر ده شهر شغل وعمل مهم جدا. كل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة 19 رمضان، خلاص داخلين في العشرة الأواخر، يعني أيام الخير كلها بتجري بسرعة في شهر رمضان الكريم. نبتدي معاكم زي ما تعودنا دايما في صباح أون بالفقرة الثابتة اليومية عندنا، يوميات صائم، بنعرف من خلالها بعض النصائح كده السريعة على الصبح على إزاي نحافظ على وزننا، ننظم أكلنا، النظام الغذائي قبل الفطار وبعد الفطار. تعالوا نشوف النهاردة نصائح الدكتورة مها رادميس وإزاي نحافظ على معدل السكر في الجسم في شهر رمضان. يوميات صائم، والنهاردة سمعت الأسبوع ده شكاوى كتيرة جدا من الناس مع الحر يا عيني والصيام. كتير جدا من الناس تقول لي أول ما بفطر بعدها بشوية بهبط وبعرق، بحس إن هيغمى عليا. أنا بعد ما أكلت بدل ما أكل تبقى صحتي كويسة هبط، بحس إن السكر بيوطى قوي فباكل حلويات فبعد شوية بتعب تاني زيادة. دي حقيقة؟ طب صحيح، ده إيه ده؟ ده نقص سكر؟ فعلا هو عدم استقرار في معدل السكر في الدم. شكوى بنسمعها كتير جدا، أنا هبطانة، أنا عايز أكل حاجة حلوة. طب صحيح عايز اكل حاجه حلوه، واللي ايه اللي عامل فيا كده؟ طب اعالج القصه دي ازاي؟ فعلا الارتفاع والانخفاض في معدل السكر بيعمل ذبذبه، بيعمل تعب، بيعمل شوشره في الفكر. نبص لنفسنا، عرقنا كلنا وفرهضنا عرقنا، طب نتغلب على القصه دي ازاي؟ مهم جدا جدا، حاجه بسيطه قوي. اول حاجه هناكلها في بقنا ايه؟ نختار ايه ناكله. كلنا التمر في لبن منزوع الدسم، خلاص. طب اما نيجي نمد ايدنا على السفره، مهم قوي هناخد ايه؟ اهم حاجه هناخد حاجه بروتين. ممكن ناخد لحمه، فراخ، سمك. بروتينات مهمه جدا لانها بطيئه الحرق فمش هتعلي السكر في الدم بسرعه. بيض، البيض مفيد جدا، ناخده كبدايه. طب افرض انا بلعب رياضه ومش عايزه اخد بروتين وعايزه اخد حاجه لبن، لبن وهنحط عليه الواي بروتين. طبعا وكل اللي بيلعبوا رياضه عارفين يعني ايه واي بروتين وبيحبوه قوي. طيب ونطبخ بايه؟ مهم قوي نطبخ بايه، لان انا عايزه اطبخ، عايزه استفاد من الاكل، عايزه اعلي قيمته الغذائيه. طب انا عايزه اطبخ وما الاكل ده يشبعني وما يجوعنيش، اقعد اطول فتره وخصوصا في فتره رمضان. طب احط ايه؟ اطبخ بايه؟ زيت بذر الكتان احسن حاجه عليكي وعلى زيت بذر الكتان. ليه؟ غني باوميجا 3 فهيخليكي تخسي. لو طبختي بزيت بذر الكتان هيسد نفس. ممكن تعمليه بقى في السحور على طبق الفول. ليه بقى؟ لانه هيخلينا ناكل اقل، هيخلينا نقعد ساعات اطول. لما ناكل اقل هنشبع اكتر وهيخلينا كمان نقعد ساعات اطول شبعانين، لانه بيساعد انه بيدي اشاره للمخ ان احنا اكلنا. غني بأوميجا 3 فبيحافظ على سلامة الخلايا وسلامة الجسم. مش بس كده، بيساعد في ان هو يفرز السيروتونين اللي هو بيحسن المزاج. عشان كده واحنا قاعدين كده في الجنينة وخدنا طبق فول وعليه معلقتين زيت بذر الكتان، جبنة قريش وعليه بذر الكتان وحبة بقدونس وحبة جرجير، نلاقي ان احنا مبسوطين قوي وكأن احلى حاجة في الدنيا. فعلا، لان المخ بيبتدي يفرز السيروتونين اللي بيحسن المود وبيحسن المزاج. فانا هاكل وتبقى صحتي كويسة وهحافظ على معدل السكر في الدم، عكس ما احنا متخيلين. مش الحاجة الحلوة، الحاجة الحلوة هتبرجلنا وهتعمل ارتفاع عالي في السكر مرة واحدة بعد كده ينخفض فنحس زي اللي طلع فوق وراح نازل تاني. عشان كده مهم قوي ان احنا نبتدي بالبروتينات، نستعمل زيت بذر الكتان في الوجبات، وبالتالي يعدي علينا تاني يوم صيام واحنا في احسن صحة واحسن حال.
محافظة الوادي الجديد واحدة من أهم وأكبر محافظات مصر اللي بتضم طبعا ثروات طبيعية مختلفة. علشان كده الفترة الجاية وإن شاء الله المرحلة الجاية هنحاول نعرض تقارير كتير متنوعة من هناك، لأن فعلا فيها كم كبير جدا من المواد الغنية اللي ممكن تطلع بشكل تقارير حلوة جدا نتعرف عليها بشكل أفضل. لكن خلونا نبتدي النهاردة بتقرير عن صناعة التمور اللي بتشتهر بيها بشكل كبير جدا المحافظة، لدرجة إن سمعتها بقت عالمية في إنتاج أجود أنواع التمور. مشاهد التمر في محافظة الوادي الجديد هو عصب الاقتصاد الرئيسي للمحافظة، وهو يعتبر المدخول الرئيسي لكل منزل في المحافظة حتى لو مش شغال في التمر. محافظة الوادي الجديد بتحتوي على تقريبا 1,200,000 نخلة، في حوالي 40 أو 45 ألف طن بلح خام بيطلع في محافظة الوادي الجديد بواحتها الثلاثة، الخارجة والداخلة والفرافة. احنا بننتج عبوات مختلفة من منتجات التمور، بننتج من مصنعات التمور دبس التمور ومعجون التمر، وده منتج احنا متفردين بيه يعني، وبننتج تمور سادة، وبنعمل تمور محشية بالمكسرات، بنعمل تمر بالشوكولاتة، بنعمل تمر بالعسل والسمسم. مراحل تصنيع التمور بتبدأ بمرحلة استلام المنتج الخام من الفلاح، بتخضع الخامة لعملية اللي هي العملية الأولية اللي هي عملية الفرز، بيتم بعد فرز التمور وضعها داخل ثلاجات معزولة لعمل عملية التبخير وتنقيتها من الحشرات، وبعد كده بيتم عمل عملية الفرز مرة أخرى، وبعد كده بيتم وضع الخامة في سير خاص بالفرز والغسيل. بعد ما يتم غسل الخام وفرزه بيتم بعد كده التجفيف، بيتم التجفيف ودي مرحلة من مراحل التصنيع في التمور. بعد ما بيتم التجفيف بتخش بعد كده على عملية الباكينج أو التغليف، ودي آخر مرحلة من مراحل التصنيع. طبيعة بكر وكثير من الجهد والصبر تحتاجهما هذه الصحراء الشاسعة لتتحول إلى جنة خضراء يثمر ويطرح نخيلها ثمرا تطيب له الأفواه والقلوب. احنا اصلا ابا عن جد من الوادي الجديد، وهويتنا جدودنا كان يزرعوا النخل، عندنا نخل بقاله 150 سنة ولسه بيطرح، وبيطرح احسن من الشباب يعني، النخل كل ما تكبر تطرح تدي احسن. وادي اصلا بيجود في النخل لان الجو ما فيش نسبه رطوبه، والجو حر عندنا برضو، والبلح لو بقت في نسبه رطوبه ما بتستويش، ان البلح عندنا هنا بتستوي على ابوها، فنسبه السكر عاليه عشان الجو. في حاجه اسمها مشير في الشهور الطيه بنلقح النخل، وبعدين في حاجة اسمها دلاول النخل ندلل العرجون، وبعدين نركب له كيس علشان ما ينزلش البلح في الأرض وفي التراب، وفي ويوم 15/8 نبدأ جمع البلح. أهم شيء في النخلة عايز الصبر، لما يضم هتصبر هتنتج وهتجيب انتاج كويس، مش هتصبر اللي هيصبر له سنتين ويقلم مش هيجيب حاجة من النخلة. النخلة بعد 5 سنين بتديلك من أول، أنا بدأت من أول 50 فدان وديتني بتصرف على المزرعة، وبعدين بقت 100 وبعدين بقت 150 وبعدين بقت 400، دلوقتي الحمد لله يعني إيه نقدر نصرف على أي مزرعة.
دي كانت اول يعني اول تقرير في سلسله تقارير هنشوفها ان شاء الله من الوادي الجديد. هنكتشف كده معاكم من جديد محافظه الوادي الجديد اللي هي اكبر محافظه في مصر، حاجه رائعه جدا. صناعه التمور زي ما تابعنا مع حضراتكم في 1,200,000 نخله في الوادي الجديد، يعني ممكن المحافظه دي تتحول لمركز، مش بس مركز جوه مصر، مركز اقليمي لتصدير التمور. شفنا انواع كتيره مختلفه، انا لطيف قوي التمور باللوز وبالشوكولاته وكده. انا بحب انا بحب كمان التمر باللوز قوي قوي. لسه كنت بقول لك كمان في التمر بيعملوه بالهيل وبالمستكة في الخليج، حاجه يعني حاجه يعني اللهم اني صائم بقى يعني. طب يلا بسرعه نروح نشوف اخبار الطقس عشان ما نفطرش، نحاول ان احنا نتماسك شويه. اخبار الطقس ايه النهارده؟ درجات الحراره في المتوسط الطبيعي زي امبارح تقريبا، يعني نتكلم القاهره 34-23، اسكندريه 28-22، مرسى مطروح 28-20، الغردقه 40-26، شرم الشيخ 38-27، الاسماعيليه 35-20، بورسعيد 28-22، السويس 35-20. نروح للصعيد والمنيا 37-21، سوهاج 41-25، الاقصر 43-26، اسوان بتسجل اعلى درجه حراره على مستوى الجمهوريه 44، العظمى والصغرى 27، العريش 31-18، نخل 34-15، طابة 35-17، الطور 34-24. نروح معاكي لكاترين أسماء. كاترين 33-18، مرسى علم 34-28، شلاتين 35-26، حلايب 34-28، وسط الدلتا 33-22، دمياط 28-21، بلطيم 29-21، الفيوم أخيرا 36-21. هنتكلم إن حالة الطقس زي امبارح تقريبا، مفيش اي فرق، في فرق يعني درجه تقريبا على مستوى على مستوى المحافظات، فيعني نفس الحاله. ربنا يا رب بس يقدرنا ان شاء الله، ويقدر كل الناس اللي عاملين في كل شوارع مصر، واللي طبيعه عملهم بتتطلب انهم يكونوا فترات طويله في الشمس، ربنا يقدرهم يا رب على مشاق الصيام. مكملين مع حضراتكم دي درجات الحراره، وزي ما اسماء قالت لكم مش مختلفه كتير عن اليومين اللي فاتوا نوعا ما. الارصاد الجويه بتقول ان الطقس يعني مائل شويه للحراره على الوجه البحري والوجه القبلي شديد الحراره جنوبا. نروح مع حضراتكم كده مع اطلالتنا الصباحيه زي ما تعودنا كل يوم، نشوف بالدرون كاميرا الكاميرا الطائره كده مشاهد وصور جميله من مصرنا حلوة. تعالوا نشوف مع حضراتكم كده مشهد من القطامية من أحياء طبعا القاهرة الجديدة، نشوف بالدرون كاميرا طريق القطامية على الهواء مع حضراتكم دلوقتي زي ما احنا شايفين. طبعا من القطامية طبعا من أحياء القاهرة الجديدة اللي يعني فيها بدأ يعني عدد كبير من الناس يسكنوا فيها، وبدأ يبقى فيها إقبال الفترة الأخيرة. احنا شايفين دلوقتي طريق القطامية الودي على مدينة القطامية طبعا. طيب نتحرك بقى من القطامية نروح طريق الواحات. طريق الواحات ده طبعا طريق بيربط بين القاهرة الكبرى والواحات البحرية وصولا لواحات الفرافرة، والطريق بيخدم حركة أكثر من 150,000 سائح سنويا، يعني احنا قدام طريق مهم جدا طبعًا. جدا جدا طبعًا. وطبعا ده غير ان هو بيستخدم في نقل الركاب عادي كلنا بقى ما بين المحافظات والمنتجات الزراعية. احنا طبعا شايفين دلوقتي السيولة المرورية نوعا ما الحمد لله كويسة، بتكلم في وقت مبكر، وطريق الواحات طريق حيوي ومهم جدا وبيربط كمان يعني مدن كتير، فمن الطرق المهمة جدا في القاهرة. الجيزة We'll be right back.
دي كانت اطلالتنا الصباحيه على الطرق الحيويه والمحوريه في محافظه القاهره طريق القطاميه ومحافظه الجيزه طريق الواحات. نروح لفاصل سريع ونرجع نبدا مع حضراتكم اخبارنا في الصباح. نبدأ مع حضراتكم أخبارنا في صباح. قلنا الرئيس عبد الفتاح السيسي اختتم زيارته إلى برلين بعقد لقائين منفصلين مع رئيس شركة جي أن دي الألمانية المتخصصة في تأمين تداول الأوراق المالية والبطاقات الذكية، وشركة أخرى نمساوية متخصصة في صيانة خطوط السكك الحديدية. الرئيس السيسي عرض خلال اللقاءين تطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والإجراءات التي تم اتخاذها لتحسين مناخ الأعمال وتذليل العقبات أمام الاستثمار، وأعرب عن تطلعه لجذب مزيد من الاستثمارات في مختلف المجالات. وأكد كمان رئيسا الشركتين خلال اللقاء اهتمامهم بالاستثمار في مصر، مشيدين بما يتم اتخاذه من خطوات إصلاحية جريئة، ومعربين عن تفاؤلهم باسم مستقبل الاقتصاد المصري في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر. معانا هاتفيا الدكتور فخري الفقي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة. صباح الخيرات دكتور فخري، أهلا بك يا فندم. صباح الخير يا محمد، اهلا بيك. يعني لو حابين يعني نقيم كده زياره الرئيس السيسي الى المانيا اقتصاديا، طبعا احنا بتربطنا روابط مهمه جدا تجاريه واقتصاديه واتفاقيات كبرى مع كبريات الشركات في المانيا، شايف حضرتك حصاد هذه الزياره من زاويه اقتصاديه ايه؟ خليني اقول لك ان الزياره دي بتقوم على محورين. المحور الاولاني هو انه مصر ضمن 9 دول افريقيه بتشارك في القمة اللي هي ألمانيا بترأس مجموعة العشرين دول، العشرين اللي هم الدول المتقدمة في العالم، بتنتج 20 دولة دول ينتجوا 85% من إنتاج العالم كله. طبعا ألمانيا هي اللي بترأس قمة العشرين خلال هذه الدورة، ومن ضمن المبادرات الدول العشرين الأكثر تقدما هو مشاركة أفريقيا في الاستثمار لأجل مستقبل مشترك. وبالتالي في هذه الحالة خاصة البنية الأساسية لأفريقيا من ضمنها مصر، الـ 54 دولة أفريقية من ضمنها مصر، المفروض في هذه الحالة أنه يتم ضخ مزيد من الاستثمارات من الدول الغنية أو الدول الأكثر تقدما إلى دول أفريقيا حتى يكون هناك مستقبل مشترك. أن أفريقيا دولة بكر من ضمنها مصر، في هذه الحالة مصر تستفيد بالاستثمارات إلا ضخاء الدول العشرين الأكثر تقدما في شرايين الاقتصاد الأفريقي من ضمنها مصر. المحور الثاني هو العلاقات الثنائية ما بين مصر وألمانيا. علاقات طبعا تزداد يعني أكثر مما كانت عليه خلال من بعد 2011 سنتين لخلين بدأت يتزايد يعني التعاون المشترك بين ألمانيا وبين مصر في هذه الحالة. على مستوى الطاقة حصل طاقة جديدة والمتجددة، وده من ضمن الاتفاقيات اللي عقدت. كمان على مستوى نشوف الاستثمارات بصفة عامة تحتاج إلى مزيد من يعني الاستثمارات الألمانية في مصر، لأنها متواضعة 2.5 مليار. طبعا ده لا يتفق مع يعني العلاقات السياسية القوية، حتى حجم التبادل التجاري دكتور فخري 5 مليار حسب تصريحات وزير التجارة والصناعة. فده طبعا ممكن يزداد أكثر إذا ما كانت هناك استثمارات ألمانية في مصر في هذه الحالة بإقامة يعني صناعات فيما يتعلق بصناعات السيارات، صناعات الصناعات التكنولوجية في مجال أيضا النقل. جميل. طب هل تم توقيع اتفاقيات فعلا يا فندم او تفاهمات تحديدا عشان يحصل دعم لبرنامج الاصلاح الاقتصادي المصري؟ لانه الرئيس اشار الى ده في اكثر من موضع، وهنا مدى جاهزيه المانيا اللي هي الاقتصاد الاقوى يعني في اوروبا بانها تقدم دعم حقيقي لبرنامج الاصلاح الاقتصادي في مصر. ما ألمانيا هي القاطرة بتاعت أوروبا كلها لأنها أكثر تقدما. هنا بالنسبة للتعاون الألماني المصري في هذه الحالة، خد عندك السياحة على سبيل المثال في 650 ألف سائح صحيح ألماني، والمقصد الرئيسي ليهم هو مصر في فترات الشتاء القارس بيأتوا إلى مصر. في هذه الحالة في بروتوكولات موقعة بأنها تزداد هذه الأعداد تصل إلى 1 مليون سائح.
في السنة. على مستوى التعليم الفني بالذات وتجربتنا مع المانيا تجربة مثمرة في السنوات الماضية أو العقود الماضية، لأنه التعليم الفني والمدارس الفنية في إن إحنا في ظل يعني نقطة مهمة جدا على ربط تنمية محور قناة السويس، ويعني استثمارات في مجال الصناعة تحتاج إلى مزيد من الموارد البشرية الأكثر مهارة وتدريبا في هذه الحالة. جميل. التعاون على مستوى التعليم الفني مهم صحيح. جدا على مستوى النقل الشبكة الحديدية في مصر تحتاج إلى تجديد شباب، وفي في مجالات كثيرة جدا للتعاون، هناك مجالات عديدة صحيح. وزي حضرتك أكدت كمان فكرة التعليم الفني مهمة جدا، لأن ألمانيا ليها خبرة طويلة جدا وكان في برامج مشتركة مع مصر في التعليم الفني تحديدا. بشكرك شكرا جزيلا دكتور فخري الفي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، صباح الخير على حضرتك. التقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أمس شفيع عبد الرازق أبو بكر مدير مكتب رئيس مركز ومدينة فايد بالإسماعيلية، تقديرا لدوره الإيجابي في رفض مبلغ مالي ضخم كرشوة لتسهيل الإسلاء على أراضي أملاك الدولة بمدينة فايد بمساحة 6000 فدان تقدر قيمتها بعشرات الملايين. أشاد رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضروا اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية بما قدمه شافعي كنموذج واعد للشباب، معتبر أن ذلك يعد رسالة واضحة وجلية تؤكد صلابة معدن الشباب المصري. حاجة بجد حاجة محترمة، حاجة محترمة وحاجة تفرح، وده مثال لكل الشباب اللي ساعات ممكن بيقول لا أصل احنا مش لاقيين شغل. احنا طبعا في ناس مش لاقيه شغل، في ناس محتاجة، بس ده عمره ما كان سبب ان الواحد يعمل حاجة غلط ولا يمد ايده ولا ياخد رشوة ولا يعمل حاجة غير كده. الواحد طبعا يحاول وربنا يفتح علينا جميعا، لكن ده نموذج الحقيقة فعلا لواحد محدش فينا يعرف ظروفه ممكن يكون محتاج قد ايه، لكن في نفس الوقت عارف ان ربنا موجود فوق. فالفلوس الحرام اكيد مش هتبقى مش غريبة اسماء على طبيعة المصريين والشباب، يعني شافعي اللي احنا شفناه دلوقتي واللي كرمه رئيس مجلس الوزراء شافعي عبد الرازق، في شباب كتير زيه في اماكن كتيرة. بنسمع دايما بنشوف كده خبر رفض رشوة مش عارف منين، امناء للشرطة، يعني في قطاعات كتيرة جدا لسه الدنيا طبعا فيها خير. لسه الدنيا فيها خير، لسه فيها خير اكيد. طيب نروح لوزارة الصحة نشوف أخبار وزارة الصحة. دكتور أحمد عماد وزير الصحة أعلن افتتاح 10 مستشفيات جديدة نهاية شهر يوليو المقبل، وقال أنه 9 من هذه المستشفيات تم الانتهاء من البنية التحتية لها، وهناك مستشفيات تم الانتهاء من تجهيزها بشكل كامل. كمان أشار وزير الصحة إلى أن المستشفيات بتخضع بالتعاون مع وزارة الصحة لإشراف جهات رقابية ووزارة الدفاع والكلية الفنية العسكرية لمتابعة معدلات التنفيذ والإنجاز. كمان قال وزير الصحة أن مجلس النواب وافق على مشروع القانون المقدم من الوزارة لتغليظ عقوبة الإتجار في الأعضاء البشرية، لافتا إلى أن العقوبة زادت للسجن المشدد حتى الإعدام. وأضاف أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وافق على إعادة تشكيل اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية. والله بجد أقل واجب يعني مرة تانية، وبنأكد على ده ان العقوبة زادت حتى الاعدام، لان ده فعلا قتل مع سبق الاصرار والترسل. محتاجين كمان ندرس الموضوع كويس، لانه كتير جدا للأسف بنسمع اخبار صادمة جدا اللي بيحصل في اطفال الشوارع، بعض الناس اللي بيلجأوا لبيع اعضائهم. في الموضوع محتاج تنظيم ومحتاج تركيز كمان على ابعاد مختلفة، البعد الشرعي والاخلاقي والقانوني طبعا رقم واحد. طيب نروح للتعداد السكاني. احنا زي ما حضراتكم عارفين مصر اليومين دول بتعيش اكبر او اضخم تعداد سكاني في تاريخ، بلغت نسبة الحصر لسكان الجمهورية خلال العمل في تاني مراحل التعداد حاليا حصر حوالي 93%، ومن المقرر عدم مد المرحلة مجددا بعد الموعد المحدد لانتهائها بكرة يوم الخميس. آه.
انا عدوا عليكي في البيت بتاعت عائلات سكان ولا لسه؟ عدوا عليكي؟ على فكره عدوا عليا وخدوا خدوا كل بياناتي وبيانات والدي وصور البطاقات وكان في التزام. وبعد كده انا اعجبت جدا جدا لان احنا دايما بنقول للناس لازم اولا نعمل اعلان الناس تبقى عارفه، ثانيا الناس تتاكد من هويتهم. من اول ما سالتهم طلع لي الكي كارت كده كان لابسه او اي دي كده لابسه، وحتى اتاكدت بقى من الاي دي مع البطاقه. يعني كان في تعاون واحترام شديد جدا جدا جدا. انا كان في شاب وشابه لطيفه برضو من التعداد خبطوا على الباب وسالوني اسئله، يعني كم كعدد الاسره قد ايه. لطيف جدا، هم ابتسامه على وشهم متعاونين جدا. وعلى فكره يا جماعه ساعدوهم، لان الشباب ده شباب بيقدم خدمه كبيره جدا لمصر، لانه احنا محتاجين نعرف التعداد السكاني ده، مش بس السكان كمان تعداد الحصر الخاص بالممتلكات، لان ده هيساعدنا في خطط التنميه ده طبعا. كل حاجه متوقفه عليه. معانا على التليفون سياده اللواء ابو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء. صباح الخير يا فندم. اهلا وسهلا، اهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين. اهلا بحضرتك. طبعا مجهود كبير جدا جدا جدا، والتعداد لسه كنا بنتكلم حاجه مهمه جدا جدا عشان يبقى عندنا خطه بعد كده نقدر نتحرك على اساسها. عايزين نعرف بقى 93% فعلا وصلنا في جميع المحافظات، ويعني تطمنا بقى الاحوال عامله ايه. اتفضل. الحقيقه التعداد زي ما حضرتك قلت كده النسبه الاجماليه حتى الان متعدد 93%، لكن معظم المحافظات معديه 95%، هي القاهره بس هي اللي النسبه فيها اقل من يعني اكثر قليلا من 80%، وهي اللي منزله النسبه العامه للجمهوريه. لكن معظم المحافظات متعديه ال 95%. القاهره دايما لها اوضاعها الخاصه، انها طبعا العاملين اللي بيشتغلوا في القاهره واقل. يعني انا بشكر طبعا البدايه كل العاملين في المشروع وفي شباب المحافظات خاصه الصعيد اللي كانوا اكثر كفاءه واكثر التزاما واكثر، ونتائجهم نتائج ممتازه مشرفه. وجه البحر ايضا يليهم. اما دايما المحافظات الحضريه اللي هي زي القاهره واسكندريه والسويس وبورسعيد، الحضريه اللي ما فيهاش ريف يعني، هي دي اللي بتبقى اقل في التزام المشتغلين فيها بان هم يبقوا ملتزمين اكتر، يعني زيهم زي يمكن كمان المرتبات اللي احنا بنصرفها بتبقى مجزيه في الصعيد، لكن نفس الرقم اللي بتصرف هنا في القاهره ما بيبقاش نفس. بتبقى طبعا صعب. مختلف شويه. فالتزام الحقيقه برضو واجهنا في القاهره واسكندريه والجيزه تسربات كثيره، ونجيب غيرهم وندربهم وهكذا، فده بيأثر على نتيجة العمل على الإنجاز. لكن المهم جدا إن احنا نقول للسادة المواطنين، هو آخر يوم بكرة إن شاء الله في إن احنا بنحصر السكان. احنا عاملين رقم مجاني، بنرجو كل حد من السادة المواطنين اللي سمعنا دلوقتي، رقم سهل جدا، 0800 3 7 1 3 7 3 7 1 3 7. نرجو انه اي حد من السادة المواطنين في اي محافظة، هذا الرقم مجاني بس لازم نكلمه من تليفون ارضي. لازم المتصل يتصل من تليفون ارضي بهذا الرقم 0800 مرة تانية 3 7 1. هينزل على الشاشة حالا دلوقتي. اتفضل. من فضلك، لان ده هيساعدنا في ان اي حد من السادة المواطنين او مواطنات ما زاروش مندوب التعداد، من فضلك بلغ على هذا الرقم فورا، هيجي لك المندوب. وعشان ده بيساعدنا كمان ان احنا نعرف المناطق اللي كان فيها خلل وما كانش فيها. طب انا باكد مره ثانيه مع حضرتك على رقم 0800 3 7 1 3 7 1، ده رقم مجاني علشان اتصال بحضراتكم على اساس ان ما فيش حد جاله المندوب يعني يبلغ حضراتكم عشان يجي. طيب سؤال بقى، ما اعرفش هي معلومه الحقيقه سمعتها وعايزه تاكيد من حضرتك سواء بالصحه او بالخطا، هل فعلا ان الرقم هيكون مختلف؟ ان كان يعني المره دي طبعا في اكثر دقه بشكل كبير جدا واكثر توسعا، هل فعلا في جاب؟ يعني انا سمعت في بعض المحافظات ان الرقم هيطلع مختلف، لا في زياده في عدد السكان، هيطلع رقم اكثر مما كنا نتخيله. الحقيقه المقوله دي مقوله خاطئه بشكل اساسي. طب كويس كويس، انت حضرتك طمنتني لان انا سمعت الرقم الحقيقه اتخضيت. لا لا اطلاقا. الرقم اولا الرقم اللي احنا حاطينه دلوقتي ده رقم خاضع لاساليب علميه دقيقه جدا، اللي هو تعداد 2006 الاخير واحصائيه المواليد والوفيات السنويه المنضبطه جدا.
سواء هو في حد بيتولد الا ما بشهاده ميلاد. ما هو ده الموضوع، لا ان هو تم اكتشاف ان في ناس كانوا متسربين كتير، في ناس ما عندهاش شهادات ميلاد، فما يعني لا 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 ده في رقم في ده النهارده حاجه اساسيه. لان دي بتبقى هي الوسيله الوحيده ان الاهل اللي بقى او معظمهم واعيين، هي دي الوسيله الوحيده اللي بياخدوا الامصال والتطعيمات الكلام ده من مكاتب الصحه والاهالي. مش معقوله حد يعرف ان في حاجه اسمها شلل الاطفال وما يحميش ابنه بانه يروح يطعمه، عشان يطعمه لازم شهاده الميلاد. فده شيء يعني حتى في الطبقات اللي هي اقل وعي، يعني لو كان في فرح هيبقى بسيط، يعني حضرتك بتطمننا على ده، مش هنتخض من النتيجه يعني. طب انا بقول لحضرتك لسه ما اعلناش النتائج هو لا اي حاجه، لكن الرقم لن يبعد كثيرا. طب بالمناسبه يا فندم، بالمناسبه سياده اللواء، بعد صباح الخير طبعا على حضرتك، امتى هيتم اعلان بقى الارقام، وهل هيكون في اعلان لبعض المؤشرات كده الاوليه من قبل الجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء؟ الحقيقه انا بشكر حضرتك على هذا السؤال، لان احنا لاول مره بقى في تاريخ التعدادات المصريه اللي بقى لنا ثلاث قرون بنجري تعدادات مصريه، تعدادات سكانيه. مصر من اعرق الدول صحيح في تنفيذ التعدادات، كنا بنجري تعدادات في مصر في القرن التاسع عشر، وما كانش في دول غرب اوروبا ما لم تكن تعرف التعداد بعد. فهذه عظمه هذه البلد وعظمه هذه الامه. التعدادات ال 13 السابقه كان دايما نتائجها النهائيه، لان دي طبيعه التعدادات اللي كانت بتجري بالاستمارات الورقيه. ايوه كنا بنعلن النتائج بعد 18 الى 24 شهر من نهايه الاعمال الميدانيه. ان شاء الله هذا التعداد ننتهي من اعمال الميدانيه بالكثير بنهايه شهر 7 باذن الله، شهر ونص بالكثير، ونقول النتائج النهائيه لهذا التعداد يعني اخر اغسطس منتصف سبتمبر. ده هيكون يا فندم ان شاء الله، ان شاء الله ده هيكون يا فندم فيما يخص التعداد السكاني، فيما يخص بقى فيما يخص كافه المؤشرات. ايوه فيما يخص كافه، لان الناس شويه مش عارفه انه التعداد ده مش بس تعداد سكاني، ده تعداد لكل ما هو على الارض المصريه، يعني الممتلكات وغيره، المباني وما أيوة تحويه من وحدات، والوحدات دي نوعها ايه وفيها منشات قد ايه، والناس اللي ساكنه ايجار جديد قد ايه، واللي ساكنين ايجار قديم قد ايه، واللي ساكنين ملك قد ايه، واللي واخدين شققهم هبه قد ايه، واللي ساكن في شقه يعني ميزه عينيه، ميزه عينيه دي يعني مثلا بواب العماره هو عنده شقه وساكن فيها باسرته لكن لا يدفع ايجار ولا هياش ملك ولا هي تمليك ولا ايجار، دي ميزه عينيه، يعني الوظيفه اللي هو بيقوم بيها هي اللي بتترتب عليها ان هو متواجد في هذا المكان. فدي كلها خصائص عن المباني، المباني ومدى اتصالها بالمرافق والمتصل بالغاز قد ايه، والمتصل بالكهرباء قد ايه، والمتصل بالميه قد ايه، والصرف الصحي قد ايه. في كل المهم ان في هذه البيانات انها مش مستوى الجمهوريه، انها مستوى اقل مستوى اداري، وهو القريه صحيح في الريف والشياخه في الحضر. بالتأكيد يعني كل هذه البيانات ستتاح للمسؤولين طبعا والجهات المختصه هنا. مش عايز الناس تروح ناحيه الحكومه بس، لا ده احنا القطاع الخاص هو اكبر مستخدمي بيانات الجهاز، واكثر الجهات استخداما لبيانات الجهاز هو القطاع الخاص. بالتاكيد سياده اللواء الموضوع مهم جدا، ان شاء الله حضرتك تشرفنا بقى مع ظهور النتائج والمؤشرات الاوليه، ونتكلم بشكل افضل عن طبعا الجهاز المركزي، مجهودات كبيره جدا. جزيل الشكر سياده اللواء ابو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء. تمكنت قوات انفاذ القانون من اكتشاف وتدمير جسم نفق رئيسي على عمق 10 امتار مبطن بالخشب وبداخله كابلات وسماعات اتصال. كمان تم اكتشاف وتدمير حوالي 2 فتحة نفق فرعية بعمق حوالي 20 متر تستخدمها العناصر التكفيرية والإجرامية لتهريب الأسلحة والذخائر والمواد المهربة. ده بحسب الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري على الفيسبوك. تم الإعلان عن تدمير جسم نفق رئيسي زي ما احنا شايفين الصور دي من يعني حسبي الله ونعم الوكيل. تمام يعني نفسي اعرف هم فاضيين طول النهار والليل بيعملوا انفاق. حسبي الله ونعم الوكيل. بس احنا وراهم ان شاء الله يعني بالمرصاد زي ما بيقولوا. شايف فتحه النفق؟ الموضوع بقى كانهم بسيط سهل، يعني بيصحى الصبح كده يحفروا نفقين يعني حاجه للاسف. بس هيروحوا فين من قواتنا المسلحه؟ الحمد لله.
طيب كده خلصنا كده أخبارنا بشكل سريع، خلينا نخرج لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم. خلي صباحكم دايما معكم. فرح بحضراتكم مرة أخرى بشكل سريع، نشوف إيه أبرز عناوين جرايدنا النهاردة. نبتدي من اليوم السابع وصفحة 3، سحر نصر استلام الشريحة الثالثة من قرض البنك الدولي والتنمية الإفريقي ب1.5 مليار دولار نهاية العام. اتفقنا على تمويلات جديدة من فرنسا وبريطانيا وألمانيا ب1 مليار دولار، وقريبا سنعلن عن إطلاق أول خريطة للاستثمار في مصر. تشكيل الشركات بقانون الاستثمار الجديد في أقل من ساعة مركز خدمات المستثمرين، حاجة بجد تفرح يا رب. معنا خبر تاني يفرح برضو أسماء من جريدة الأخبار، المناطق الأثرية مجانا لذوي الاحتياجات الخاصة. قرر المجلس الأعلى للأثار برئاسة الدكتور خالد العناني دخول ذوي الاحتياجات الخاصة من المصريين زيارة المتاحف والمناطق الأثرية مجانا، وقال إن المجلس وافق على إصدار تصريح زيارة سنوي بقيمة 200 جنيه للمصريين للدخول لأحد المتاحف لتشجيعهم على الزيارة المستمرة. بس احنا عايزين برضو نقول الحقيقه في الموضوع ده، يمكن طرحناه من خلال صباح اون هنا قبل كده، ان احنا عندنا مشكله في المتاحف اصلا والمناطق الاثريه انها غير مؤهله لزيارتهم. يعني احنا بنديهم تصريح لزياره مجاني لكن غير مؤهله، احنا عايزينها تبقى اماكن مؤهله من الاصل. نروح بقى لخبر الحقيقه محزن ومحزن للغايه، ومره تانية مخالفات البناء اللي لازم نعمل فيها زي كده مخالفات الاراضي، لازم يبقى في تحرك سريع في مجال مخالفات البناء. المصري اليوم وصفحة 3، وعقار ماء الجديد في الإسكندرية الرخصة 4 أدوار و17 مخالف، ما لازم يعني يا جماعة لازم يميل، ده الحال هو اللي بقى مايل مش العمارة، ده الحال اللي بقى مايل، يعني تبقى الرخصة 4 أدوار و17 مخالف، ده الحال هو اللي يبقى مايل. لو مشينا في اسكندرية هنشوف يعني حال مايل في كتير جدا من العقارات للأسف الشديد، في مخالفات بالجملة كده، يعني مخالفات كتيرة جدا محتاجين تحرك حقيقي. كان في صورة جميلة، مش صورة جميلة يعني مش عارف افتكرتها دلوقتي، واحنا بنتكلم على عقار اسكندرية على الفيسبوك، ناس قاعدة بتبص على العقار وقاعدين على قهوه كده، ويعني كانها حاجه ايه مشهد كده، حاجه عاديه. المشكله بدون زعل، دي كارثه. ايوه بالظبط، كنت لسه هقول ومش ان هي تقع، المشكله ان الناس مش متخيله. يعني لما يبقى عقار واحد ده هيعمل ايه في اللي حواليه؟ الناس شايفه ان هو عقار مائل. لا، ده انا قعدت بعد موضوع عقار الاسكندريه ده افتكر كل المعلومات واسال كل المهندسين اللي اعرفهم هو ايه الحل علشان نهد العقار ده من غير ما ناثر على اللي حواليه. ده صعب جدا، فيعني لازم يبقى في تدخل حاسم في مخالفات البناء. صحيح، الموضوع عايز دقه زي ما انت بتقولي اسماء، وحسم جدا في معالجه العقار ده وغيرها من العقارات. الناس مستغربه، الناس ما بتشوف حاجه غريبه كانها بتشوف كده مشهد في السينما، لكن ما ينفعش، لازم يحصل تحرك، لان الملف ده من الملفات المهمه جدا اللي محتاجين تحرك فيها بشكل قوي. طيب نروح لجريده الدستور، وجريده الدستور 3 سنوات ماذا فعل السيسي في 1000 يوم، عمليه تمكين المراه داخل القضاء والبرلمان والحكومه. نقرا مجموعه من المتشتات، 30 يونيو هتاف صوت المراه ثوره يهز الميدان، تغليظ عقوبات التحرش الجنسي والاغتصاب، مبادرات مصرية من القرية لعواصم العالم، كمان إجهاض خطة التنظيمات الإرهابية لتجنيد الشباب، برنامج رئاسي لتدريب الجيل الجديد. يعني الدستور عاملة ملف تحت عنوان ماذا فعل السيسي في 1000 يوم. كمان من حلو قوي يا عبدو، معلش في عنوان اللي انت قلته يعني أسعدني. بص الفرق، احنا كنا دايما نسمع ايه صوت المرأة عورة، صحيح. هنا صوت 30 يونيو صوت المرأة ثورة تهز الميدان. يعني فعلا عنوان اسعدني، بص التحرك وبص الاختلاف. حاجة يعني، وحتى الفكره الصور اللي مختارينها في التحقيق اغلبها الرئيس السيسي هو واقف مع المراه، يعني احنا بنشوف منى صاحبه العربيه اللي احنا الشهيره زي ما احنا حضراتكم شايفين طبعا. صوره طبعا وهو بيزور ده بعد توليه الرئاسه مباشره، الحادثه اللي احنا نفتكرها بتاعه التحرش في ميدان التحرير وهو بيديها بوكيه ورد، شايفين الصوره دي. فاحنا شايفين صور كمان
في تحقيق الدستور بتبرز مدى تقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرأة المصرية. كمان أسماء اسأل الرئيس خطوة جديدة نحو مزيد من الشفافية، فكرة فتح الحوار مع الرئيس بدون أي تحفظات، دي نقطة مهمة جدا. فاللي عايز يعرف تفاصيل أكتر تحقيق في الدستور، ماذا فعل الرئيس السيسي في 1000 يوم؟ طيب نروح للوطن والصفحة الأولى، والحكومة تستعد لمعركة إخلاء الجزر النيلية. الوراق السكان يتمسكون بالبقاء ويرفضون وصفهم بواضعي اليد ويؤكدون لدينا عقود على جلد ماعز. والقرصاية ملاك بعقود إصلاح زراعي منذ ثورة 23 يوليو، والأهالي إحنا زي السمك لو طلعنا من هنا نموت. قنا 49 جزيرة على النيل أكبرها حدائق الشيطان. سوهاج 22 جزيرة يصرون على البقاء رغم الفقر والمرض وغياب المدارس والمستشفيات. أسيوط الجزر أصبحت مأوى للخارجين على القانون في غياب الوجود الأمني وعدم توافر الخدمات الأساسية. استغرب قوي ايه اللي معانا عقود على جلود ماعز، يعني كانه بيقول لك كده احنا الحته دي والارض دي او الجزيره دي بتاعتنا. الملف ده على فكره اسماء لما تقري فيه شويه ده في قصص كبيره جدا وقصص اتعملت افلام كمان. يعني الجزر دي للاسف الشديد بتبقى خارج السيطره الامنيه، وكان اللي موجود فيها ده حاطط ايده عليها، وكان ملكيه خاصه ليه بشكل كامل. تعالوا دلوقتي بعد ما استعرضنا مع حضراتكم اهم العناوين والمنشطات في جرائد النهارده، نشوف كده زي ما تعودنا دايما وفقا لشاشه البنك الاهلي المصري اسعار تداول العملات للنهارده يوم الاربعاء 14/6/2017. تعالوا نشوف تحديدا الدولار الامريكي اسماء. الدولار الامريكي 17.95، شراء بيع 18.5%، اليورو 20.12%، 20.36، الاسترليني 23.13%، 23.32. نطلع بقى العملات العربيه يا محمد. العربيه وكمنا جدا دينار الكويتي سعر الشراء 59.22، البيع 59.55، ريال سعودي 4.78 جنيه 4.81، درهم اماراتي 4.88 4.91، الريال العماني 46.62 46.88، الدينار البحريني 47.58 والبيع 47.87، الدينار الاردني 25.28 والبيع 25.5. طب بشكل سريع بقى نشوف كمان اسعار الذهب، ايه عيار 18.545 جنيه، عيار 21.636 جنيه، عيار 24.726، واخيرا الجنيه الذهب 5088. ارتفع قوي الجنيه الذهب على فكره، يعني احنا كنا لسه في اوائل 5000، دلوقتي 5000 داخلين 5100، 5100 يعني كسر حاجز ال 5000. تعمل ايه يا اسماء في موضوع الجنيه الذهب؟ ماليش دعوه، ماليش فيه. طيب نروح مع حضراتكم للاجنده بتاعتنا النهارده في صباح. قلنا الاجنده الثقافيه اهم الاماكن كده اللي ممكن تروحوها النهارده بعد الفطار. نروح نشوف الاجنده وبعد كده موجز لاهم الاخبار ونرجع مره ثانيه في صباح اون. خلوا دايما صباحكم. برحب بحضراتكم مرة أخرى. مش هعمل مقدمة طويلة لأن أعتقد أن ده موضوع الساعة وموضوع الشارع وكل الناس بتتكلم فيه. هنتكلم في اتفاقية تعيين أو ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية. كان امبارح آخر الخطوات اللي تم اتخاذها، وكان قرار إحالة الاتفاقية إلى لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب لمناقشتها وإعداد تقرير بكل الاتفاقية قبل عرضها على الجلسة العامة للتصويت النهائي عليه. النهاردة هنتكلم عنها، هنحاول نفهم. أنا دايما بقول إيه، من قال لا أعلم فقد أفتى. أنا عن نفسي ما أعرفش، وياريت كل اللي ما يعرفش نحاول النهاردة نقعد ونسمع ونفهم. مش لازم ندي قرارات، ومش لازم نخون بعض ونبطل بقى حكاية لا أنا وطني وانت خاينة وانت قابض وأنا مش قابضة. نبتدي نفهم ونعقلها، وان شاء الله ان شاء الله نعرف ايه الحقيقه. بيشرفنا في الاستوديو الدكتور صلاح حسب الله عضو مجلس النواب. اهلا بحضرتك وصباح الخير. اهلا بك يا استاذ اسماء. اهلا بحضرتك. اهلا بك يا دكتور صلاح، منورنا ومشرفنا.
محتاجين نفهم، الناس محتاجة تفهم، تفهم كده في جو فيه موضوعية وجو فيه مفيش الاتهامات اللي بتحصل. احنا اليومين اللي فاتوا للأسف شفنا اتهامات وشفنا حالة من حالات الخناقة الكبيرة قوي اللي جت على حساب وعي الناس. الناس لغاية دلوقتي بيسألوا وعايزين يعرفوا هو ده تفريط ولا احنا كده اللي بيحصل وقصة ماشية ازاي. فبداية من يوم الحد لغاية النهاردة، لو ابتديت كده بسؤال لحضرتك ملخص سريع ايه اللي جرى وبتبسيط كده المسائل للناس. لا هو خلينا اسم محمد، البداية الحقيقية على فكرة مش عايز ارجع تاريخيا لبداية الاتفاقية ديت، انما عايز ارجع بس ما قبل مناقشة مجلس الاتفاقية. ما قبل مناقشة مجلس الاتفاقية كان هناك محاولات لتضليل الرأي العام والإرهاب النواب من مناقشة الاتفاقية، ورسائل تهديد ترسل لبعض النواب، ومحاولة لإثنائهم عن ممارسة دورهم الدستوري واختصاصهم الدستوري. ومع ذلك على فكرة يعني احنا يمكن كان مجلس النواب بكل أعضائه كان عندنا رغبة ان احنا نناقش الاتفاقية ونشوف الإجراءات اللي تمت بها وهل هذه الاتفاقية صحيحة ولا لا. وكان عندنا على فكرة حالة يعني حالة شغف زي المصريين كلهم وحالة حماس ان احنا عايزين نعرف ايه هي محتويات الاتفاقية دي. اولا في بعض النواب طبعا كانوا هم اصلا على طول خط معترضين وجايين محملين برأي معين، ما عندهم استعداد يسمعوا وجهة نظر اخرى، لدرجة ان يمكن حتى بعيدا بقى عن الحكومة جت لجنة من الخبراء من القوات المسلحة المصرية ومن أجهزة سيادية زي المخابرات العامة ومن أساتذة الجغرافيا والتاريخ وأساتذة القانون الدولي والدستوري. لما جم يتكلموا ما كانواش عارفين يتكلموا، حدش يعني بيسمع. البعض كان حتى بيذهب إلى المنصة ليواجه وجها لوجه المتحدث ويمنع عنه، والبعض للأسف تجاوز لمناطق أبعد من كده وخد ميكروفون، انتزع ميكروفون من أمام المتحدث وبتاع. وانا انا شخصيا يمكن دي اول مره ابقى في مجلس النواب، اعتقد ان لا يوجد لائحه ولا قانون ولا دستور ولا اعراب برلمانيه تسمح لنائب ان هو حتى لو عايز تعبر عن اعتراضك تعبر عن اعتراضك بالشكل ده. وما كان مشهد بمنتهى الامانه مؤسف جدا، مؤسف جدا يعني. فاعود بقى للمساله، مش هتعدي على نائبه يعني اللي هو واحد بيلع الجاكيت عشان يروح يضربها، دي انا ما شفتهاش الحقيقه. دي حاجه غريبه في الدنيا يعني، كنا بنتفرج على او شفنا المبارسه البرلمانيه في جميع انحاء العالم ما شفناش المناظر دي. بس للاسف المفترض يعني ان هو نائب ومفترض ان هو بيحمل يعني رايه النضال والمعارضه وكذا وكذا، فقلع فعلا الجاكيت بتاعه وطلع على المقعد المخصص للجلوس، وقف عليه وحاول يتطاول ويعتدى على النائب ايا كان حتى ايه قالت له ايه. في الاخر احنا عندنا عادات وتقاليد مجتمعيه تمنع هذا السلوك حتى في مواجهه سيده يعني. بالتأكيد. انما اعود للموضوع والاساس، ان احنا الاتفاقيه دي احنا لم ننشئ واقع، يعني احنا لم ننشئ واقع. مجلس النواب مش مجلس النواب بس، ولا رئيس الدوله المصريه ولا الحكومه المصريه ولا اي حد من اللي موجودين على فكره انشا هذه الاتفاقيه. احنا بعيدا عن السرد التاريخي والاختلاف والتشكيك في خرائط والتشكيك في وقائع تاريخيه وخطابات ومراسلات تاريخيه ما بين دول زي دولتين زي مصر والسعوديه، ولا ده مين قال كذا ولا ده مين كذا، احنا امام واقع حقيقي انشئ من عام 1990. قرار الرئيس مبارك ساعتها، قرار رقم 27، قرار بقانون رقم 27 لسنه 90 اللي احنا اودعناه على فكره وفقا لمادته الثالثه، ان يتم مخاطبة الامين العام للامم المتحدة لايداع هذا القرار بقانون عنده بموافقته. القرار بقانون دوت فيه ايه يا اساتذة افاضل وللمصريين يا ريت تسمع، في تعيين نقط الاساس المصرية للحدود البرية المصرية اللي بناء على هذه النقاط الاساس اللي وضعتها الدولة المصرية وفقا للقانون الدولي للبحار وفقا لاتفاقية جنيف. انت امام خلاص يعني فرض من السنة، هذه هي حدودك البرية اللي لما تيجي بحرية مع اي دولة من دول البحر الاحمر تقول انا هعين حدودي معهم لازم تلتزم بهذه النقاط. والنقاط دي حتى عشان ما نظلمش سنة 90 مين اللي حط النقاط، النقاط ما بتتحطش، نقاط الاساس ما بتتحطش بالمزاج ولا بالهوى السياسي ولا بالمجاملة ولا دي دولة عايزة جميلة ولا كذا. النقاط بتتحط على اساس علمي بيحدده القانون الدولي للبحار. يعني لا تستطيع انت حتى ان انت تقول ايه لا انا هاخد نقطه الاساس بتاعتي اللي قدام 10 متر، ما ينفعش. لما حطينا نقاط الاساس، نقط الاساس عشان في نفس النقطه، هل يجوز ان انا احط نقطه اساس على جزيره او على ارض ليست ملكي؟ لا طبعا. طيب كان في نقاط اساس موجوده في تيران الصنافير؟ لا على الاطلاق. طب في نقط اساس اخرى موجوده على جزر حول تيران الصنافير؟
لا على الاطلاق مفيش على الاطلاق باستثناء جزيره واحده متصله باليابس قبل خط عرض 22 شمال يعني لكن تيران وصنافير ما كانش عليها نقاط اساس على الاطلاق ولا نقطه اساس ولا نقطه اساس فنقاط الاساس من سنه 90 من 27 سنه مش من 27 شهر ولا 27 يوم موجوده وبتقول الدوله المصريه اهيت احنا عندنا نقاط الاساس بتاعتنا. الطرف الاخر اللي انت الدوله المواجهه ليك هي المملكه العربيه السعوديه مثلا. المملكة العربية السعودية لم تضع نقاط أساسها لدى الأمم المتحدة إلا سنة 2010 لما حطت نقاط الأساس بتاعتها في شهر إبريل 2010 خلاص أنت النهاردة اللي بيتعمل دلوقتي ما هو إلا كان 11 اجتماع اجتماعات من 2010 حتى 2016 عشان تعمل إيه؟ عشان تبدأ تتفق وتتفاوض وإيه هي ترتيبات تعيين الحدود وهو حقك وهو حقي وفي الآخر بتشد خط كده عند منتصف بالظبط. لو في مياه بحريه ما بينك او مياه ما بينك وما بين الدوله المواجهه ليك 12 ميل مثلا انت بتشد غصب عنك على خط منتصف بالظبط. لما جه العميد اشرف العسال من القوات البحريه المصريه ورئيس هيئه المساحه البحريه في القوات المسلحه الراجل جه قال لك ادي يا عم الخرايط ادي يا سيدي ادي حضرات النواب الخرايط وادي الخط وادي النقاط الاساس وادي كذا وادي كذا. الحقيقه بقى للمصريين كلها ان احنا امام واقع انشئ سنه 90 لازم الناس تبقى عارفه كده. دي مفهومه جدا في النقطه دي. ممكن حد يسال بيتابع كلام حضرتك انه ده واقع جغرافي موجود وكل حاجه لكن كان فين الواقع ده او الاسانيد والادله وهي اكيد مودعه للحكومه موجوده تحت ايد الحكومه طوال كل جولات القضاء يعني كل جولات القضاء اللي كانت موجوده. ليه الحكومه ما طلعتش واحد ممكن يسال ليه ما طلعتش الاسانيد والوثائق دي وانها بتؤكد على ان مفيش نقاط اساس على الجزيرتين. طيب هي ما طلعتش وطلعت احكام قضائيه حكم ورا الثاني ورا الثالث وبعدين في استشكال في المحكمه الدستوريه العليا. فالسؤال هنا ليه تاخرت الحكومه ليه تقاعست الحكومه عن تقديم الادله دي للقضاء وللناس الراي العام كده. طيب انا من هنا مش مدافع عن الحكومه بس عايز اقول لك حاجه ان الدايره في محكمه القضاء الاداري اللي حكمت ببطلان الاتفاقيه هي نفس الدايره اللي حكمت بعدم الاختصاص الولائي حينما عرض عليها قبرص. اتفاقيه قبرص مصر تعيين الحدود ما بين قبرص ومصر قلت لك لا ده مالناش دعوه ده عمل من اعمال السياده هما الاثنين متشابهين يعني الحالتين متشابهين الى شكل كبير يعني هي اتفاقيه تعيين حدود هنا سيبك من الاسم التاني اتفاقيه تعيين حدود واتفاقيه تعيين حدود لما انت جيت لهيئه قضايا الدوله اللي هي محامي الحكومه لما راحت تتعب ما قدمتش مسندات ليه على اساس ان هي طعنت من حيث الشكل بعدم الاختصاص الولائي لمحكمه القضاء الاداري لوجود سبقه حكم محكومه بكذا كذا والمحكمه نفسها اللي حكمت بعدم الاختصاص الولائي. فهنا انت امام واقع قانوني وقانون مجلس الدوله نفسه على فكره بيقول لك ان هو لا تمتد سلطه مجلس الدوله في الحكم على اعمال السياده. وده عمل من اعمال السياده. لما جت محكمه القضاء الاداري على فكره هي لما حكمت وحيثيات الحكم موجوده والحكم الاداريه العليا عندي موجود 65 صفحه ما لهمش علاقه بالمستندات بقى اللي قدمتها الحكومه ولا كذا بشكل لم تنظر ليه حتى وقالت لا احنا استقر لينا من واقع مستندات مقدمه من رفيع الدعوه ان الجزيرتين كذا ومصريتين وكذا وكذا وكذا. انا شخصيا راجل محامي لما بروح ارفع قضيه على فكره وبدعي على حد بالتزوير المحكمه نفسها ما بتحكمش بالتزوير المحكمه بتنتدب لجنه من الخبراء من مصلحه التزييف تقول لهم تعالوا يا جماعه قولوا لنا والنبي المحرر ده مزور ولا مش مزور. فهنا يجب اللجوء يعني حتى لو هتخش في الموضوع انت لا تستطيع المفترض قانونا ان انت لا تستطيع تصدي للدعوه في امور فنيه تحتاج الى خبراء او راي خبير. ما تمش استعانه بالخبراء؟ لم يتم الاستعانه بالخبراء ولم يتم يعني لم يتم تشكيل لجنه مثلا من اساتذه الجغرافيا او اساتذه القانون وكذا وقولوا لنا يا جماعه الحكم استند على ايه؟ الحكم استند على ايه؟ الحكم استند على لك قال لك الاجراءات ان رئيس الوزراء هو الموقع. وهنا النص في الدستور على فكره النص 151 في الدستور واضح جدا قال لك يبرم رئيس الجمهوريه الاتفاقيات. هناك فرق كبير جدا ما بين الابرام والتوقيع. يعني المشرع الدستوري لو قاصد بتوقيع رئيس الجمهوريه كان قال لك يوقع رئيس الجمهوريه على التا. وهنا على فكره انا عايز بس اوضح في الماده 151 هو السؤال في الماده دي هل يجوز رئيس الجمهوريه ان هو يعني ينقل بعض تبعاته او بعض ده حق في ماده الوزراء؟ اخرى لرئيس الوزراء ان يفوض رئيس الوزراء في بعض اعماله وبعض اختصاصاته طبعا. ده انما هنا يمثل رئيس الجمهوريه الدوله في علاقات الخارجيه ويبرم المعاهدات. ابرام المعاهدات مش توقيع عليها.
ابرام معاهدته والتفاوض عليها وكذا. امتى بقى رئيس الجمهوريه يوقع اللي هو التصديق بقى مجلس النواب ولا يتم التصديق عليها الا بعد اعلان يعني اهو ولا وتكون لها قوه ويصدق عليها بعد موافقه مجلس النواب. التصديق ده اللي هو قرار بقانون اللي الرئيس يطلعه تصديقه وتوقيعه بعد ما مجلس النواب يوافق عليه يزرق الرئيس. وضع طبيعي ان هو زي كل القوانين لما بيتم اقرارها بيصدق عليها بعد كده رئيس الجمهوريه. بالظبط يا استاذ اسماء. المحكمه قالت لا ده اصل مش رئيس الجمهوريه اللي وقع على الاتفاقيه ومين قال ان هو لازم يوقع بايده. طيب خلينا نخرج لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم موضوع مهم يا ريت تتابعونا علشان نحاول نفهم بهدوء. برحب بحضراتكم مرة أخرى وهنتابع مع حضراتكم بشكل سريع بدون مقدمات. مرة تانية برحب بحضرتك دكتور صلاح حسب الله. ندخل في الموضوع بشكل مباشر. يمكن في ناس بتقول لا 1906 وكان في خرائط موجودة في الكونجرس وغيره ان لا قبل 1906 احنا تبعية جزيرتي تيران وصنافير والكل الخرائط موجودة انها خرائط مصرية. طيب الرد على ده كان رد فني جدا على فكرة ورد علمي جدا. يعني حضر من ضمن الخبراء اللي موجودين الدكتور السيد الحسيني رئيس الجمعية الجغرافية المصرية وأتى بأطلس المصري الموجود من سنة 1898 وأتى بجميع الخرائط. وعايز أقول لك حتى إن اكتشفنا أن بعض ما يروج على السوشيال ميديا وعلى في بعض وسائل الإعلام من خرائط هو خرائط مزيفة غير موجودة بالأساس. لدرجة ان هو في احد الخرائط اللي هو لإثارة البلبلة وليست خرائط حقيقية. لدرجة طبعا لدرجة ان في احد الخرائط ده بقى اللي قالها ممثل القوات المسلحة قال ان في خريطة موجودة اتقال ان هي موجودة في صفحة رقم 389 في اطلس. ادي الخريطة مروجة وادي الخريطة الاصلية اللي موجودة في اطلس وعرضها فلقينا ان الالوان مختلفة. يعني تلوين المناطق وكذا مختلف لإثبات أو لتوجيه الناس لاتجاه معين. إنما عايز أقولك حتى إن بقى لما الحكومة جت تطعن على الحكم نفسه قدمت عدد من المستندات التاريخية اللي فيها سرد تاريخي. يعني مثلا احنا عايزين القصه كده يعني يمكن السرد التاريخي قال من 1800 كانت سيناء كلها تابعه للجزيره العربيه يعني صحيح. بشكل صحيح. سريع كده سرد تاريخ بس نفهم الناس القصه ايه. احنا ممكن نكون في وقت من الاوقات وصلنا فعلا لمشارف مكه والمدينه بس بعد كده ده كان عباره عن غزو او يعني ده كان داخل مع يعني نوع من انواع الغزو لكن مش معنى كده ان مكه والمدينه والسعوديه دلوقتي كلها بتاعتنا. على فكره طب ما بنفس لو بنفس المنطق دوت يبقى قطاع غزه بتاعنا يبقى السودان بتاعتنا يبقى اثيوبيا بتاعتنا يبقى عدد من دول افريقيا بتاعتنا يبقى عكا بتاعتنا يبقى بالظبط. يعني احنا في جزء من الشام وقت من الاوقات يعني كنا الدوله المصريه كانت يعني بتتوسع على فكره كانت بتتوسع كانت امبراطورية فتحاتها يعني. طبعا بتتوسع فتوحاتها وبتدخل دول وبتتواجد فيها وبتحكمها وكذا. انما خليني السرد عشان المواطن المشاهد ما يتوهش مننا السرد التاريخ الحديث وفقا للمستندات قدمت يعني. يعني في برقيه لملك السعوديه في 17 يناير 1950 لوزاره الخارجيه المصريه يذكر فيها الاتي: ليس مهم ان تكون الجزيرتين تابعتين لنا او لمصر وانما المهم اتخاذ الخطه السريعه لمنع تقدم اليهود لهاتين الجزيرتين. ده ايام حكم الملك فاروق. في سنة 50 برضو 1950 في 18 يناير سلمت سفارة بريطانية مذكرة تقضي بأن الحكومة المصرية أمرت بالاتفاق التام مع الحكومة السعودية باحتلال الجزيرتين احتلالا فعليا وأن هذا الاحتلال أصبح أمرا واقعا. وفي 30 يناير تسلمت 1950 أيضا النص مكتوب احتلال. طبعا يعني أنا بركز على دي ليه لأن لو أرض بتاعتي ما ينفعش احتلالي لكن هو في نص وده كان باتفاق مع المملكه العربيه السعوديه لظروف المنطقه في هذا الوقت وبعد حرب 48 العدوان الاسرائيلي العدوان اليهودي والصهيوني بعديها في 50 اتفقنا على هذا الاساس. وعايز برضو البعض بيشير الى خطاب الرئيس جمال عبد الناصر رحمه الله عليه. المهم اللي عايز اتحرك عليها وكمان برضو عشان نوضح السرد الاخر لانه مهم جدا السرد الثاني اللي بيقول طبعًا. لان كمان كان في شهاده هايدي فاروق الباحثه هايدي فاروق في مجلس النواب في ثاني يوم
والشهاده دي برضو عملت جدل كبير جدا. قالت انا كلفت من مكتب عمر سليمان بالبحث في الموضوع ان عندها خرائط ووثائق من الكونجرس وقالت ده في جلسه. فالجانب الاخر السرد اللي بيؤكد على مصريه الجزيرتين مهم جدا انه يؤخذ في الاعتبار واحنا بنناقشه. من ضمن ده حضرتك بدات وحطيت ايدك على نقطه مهمه جدا، خطاب الرئيس عبد الناصر وغلق اصلا مضيق تيران كان بسبب من اسباب الحرب. تمام. وكان هناك تواجد مصري قوي وشفناه من بعد حتى الحرب حتى الان. فنتكلم ونشوف رد. طيب انا عايز اقول لك ان دي بقى دي شهادات مباشره من بيت الرئيس جمال عبد الناصر. والبعض قال لا ده في فيديو الرئيس جمال عبد الناصر بيقول تيران وصنافير مصريه. الزعيم جمال عبد الناصر على فكره كان في لما قال هذا الخطاب سنه 57 كان بيوجه حديثه على فكره لاسرائيل، واللي قال الكلام ده ابناء الرئيس جمال عبد الناصر. السيده هدى عبد الناصر واعتقد الدكتور عبد الحميد عبد الناصر الاثنين اقروا على فكره وقالوا ان ده في شهاده على فكره نقلها احد الزملاء امبارح ان انا اتصلت بابن الرئيس جمال عبد الناصر وقال لي على فكره الجزيرتين بالفعل غير تبعتين لمصر، الارض الاراضي المصريه، ده ابن الرئيس جمال عبد الناصر. وقال ان دوت الكلام ده لما اتقال كان اتقال في مواجهه اسرائيل وفي ظروف صراع عربي اسرائيل وصراع مصر اسرائيل على وجه الخصوص، وكانت الرساله ان تيران وصنافير مصريه. وقال الرئيس عبد الناصر كان بيوجه الخطاب دوت في اطار خطاب سياسي واعلان سياسي واعلان دولي وخاصه لاسرائيل ان هذه هاتان الجزيرتان مصريتان ومحدش يقدر اي اعتداء عليهم اعتداء على الارض المصريه بالظبط كده. فكانت فكره من يعني اعتقد ان هي كانت مش عايز اقول مناوره انما كان استخدام استراتيجي للجزيرتين في الصراع المصري الاسرائيلي والصراع العربي الاسرائيلي. وثائق الاستاذه هايدي فاروق اللي قدمتها في جلسه مجلس النواب. الاستاذه هايدي فاروق هي اللي طلب حضورها على فكره بعض الزملاء من 25 30 وهم اللي قالوا ان احنا عندنا عدد من الخبراء ومنهم الدكتوره هايدي فاروق. اول ما جت قالت لا انا مش دكتوره انا مستشاره هايدي فاروق. وبعد كده هي يعني حتى بعيدا عن بقى التناول الشخصي لا هي سردت كلام كتير جدا. هل كان معاها الوثائق دي ولا ورق؟ يعني ده برضو سؤال مهم جدا. ولا ورق. هي قالت انا معايا ورق من الكونجرس. قالت انا معايا 75 وثيقه تدل على كذا. من فضلك عايزين نشوف الوثائق دي. قالت لا اصل دي وثائق سريه غير مسموح بها للنشر. اذا كان على يعني هي بتقول الكلام ده وموجود ممثلي الاجهزه السياديه. رئيس المجلس قال لها لا حضرتك احنا ما عندناش حاجه نخفيها حتى في وجود الاعلام هذا اعلام وطني، ما لديك من وثائق اعلانيه على الملا. قالت لا ومش لا ولقيناها ارتبكت وبدات تخاف ورغم ان على فكره ما حدش يعني هي كان تصرفاتها حتى انا غير مفهومه بالنسبه لي يعني حتى الان وردود افعالها النفسيه حتى. فلانها ما عرضتش ولا ورقه ولا وثيقه ولا اي حاجه. على الجانب الاخر لما يجي مثلا الدكتور سيد الحسيني بيعرض لك خرائط وبيعرض لك وثائق، لما يجي العميد اشرف العسال رئيس هيئه المساحه البحريه في القوات المسلحه بيعرض لك مستندات ووثائق وبيقول كذا كذا كذا. احنا كنا جايين على فكره كنواب غير محملين باتجاه يعني بسناقه بعض اللي جاي بيقول لك لا انا جاي اعمل معركه، يعني احنا ما كناش جايين نعمل معركه، احنا رايحين نفهم ورايحين نشوف الوثائق عشان نحدد قرارنا في الاخر الموافقه على الاتفاقيه او رفض الاتفاقيه. فعشان نعمل الكلام ده كنا بنبحث عن المعلومه مهمه جدا تتوفر. السيده هايدي فاروق لما جت على فكره لم تعرض اي مستند لم تعرض اي مستند على طلبتوش منها انها تعرض لسه بقى هل طلب يعني مهم يعني جدا طلبنا رفض. بتتكلم في حاجات مهمه طلبنا رفض لدرجه ان هي حتى يعني في هذه الحاله سياده النائب بيبقى من حقي ارفض؟ يعني انا رحت لمجلس النواب وقلت ان انا معايا مجموعه من المستندات الهامه، بعد كده بيقول لي طب نشوفها لا مش هقدر. مش يبقى في يعني نقدر نقول ان احنا ناخد نوع من انواع اجراء قانون اجراءات بالظبط. عايز اقول لك حاجه، طلب بعض النواب بكده وقلنا اذا كنا احنا ما عملناش حاجه وقال لك ارهاب ال- 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 الخبيره التي لا طلب هذه حتى مش اجراء قانوني ضدها، انا ما لا اقصد ده، لكن اقصد ان هو ارغمها. انت معاكي مستندات تخص الدوله ومهمه وانت اللي تطوعتي بيها، فاحنا عايزين نشوفها، عايزين نطلع على هذه المستندات. لا انصرفت سريعا من القاعه، انصرفت. انا بقول لحضرتك انا مندهش من ردود افعالها.
يعني طيب بعيدا عن ما كانش ينفع حد يعيدها بالعافيه يقول لها لا ارجوك لازم تقعدي هي مش عايزه. طيب بعيدا عن الموضوع ده لان برضو يعني اخرين في ناس بيقولوا ان هو ممكن طرح هذا الموضوع للاستفتاء ويمكن ده امبارح كان في مداخله مع طبعا احمد شفيق وقال هذا الموضوع ويعني الى حد ما حصل نوع من البلاء. طب ما احنا بدل في امكانيه ان احنا نطرح الموضوع على استفتاء شعبي ما نعملش ده ليه؟ طيب انا شخصيا على فكره عايز بس ارجع كده فلاش باك شويه في انتخابات 2012 انا كنت واحد ممن يديروا حمله الفريق شفيق في مواجهه محمد مرسي ومصدوم تماما مما قاله فريق شفيق. الفريق شفيق في 16 ابريل على ما اتذكر 16 ابريل 2016 هو من اصدر بيان واكد ان الجزيرتين لا تخضعان للاراضي المصريه. البيان على الهواء دلوقتي اللي كويس هو موجود معاك ان الجزيرتين على فكره لا تخضعان للاراضي المصريه والجزيرتين بالفعل تابعتان للمملكه العربيه السعوديه وكذا. للاسف احنا هذه الفتره على فكره ظهرت فيها بعض الوجوه وانا منزعج ان الفريق شفيق يظهر بهذا الشكل. هو نفسه على فكره من فتره تقارب السنه وشهرين بعد توقيع الاتفاقيه على طول، الاتفاقيه وقعت في 8 ابريل 2016 هو ظهر بعديها باسبوع او 10 ايام واقر بصحه الاتفاقيه. النهارده الفريق شفيق بيخرج بعد سنه تقريبا بيقول عكس اللي هو قاله. هذا التناقض على فكره انا بالنسبه لي غير مفهوم وبالنسبه لي شيء صادم جدا. انا بقول لك انا واحد من الناس اللي احمل تقدير واحترام للفريق شفيق، انما اتهمت على فكره ايام فتره حكم الاخوان مش ده بتاع شفيق وده اللي كان كذا في لقاءات تلفزيونيه وكانت مداخلات من بعض يعني توابع الاخوان. انما للاسف في هذه الفتره دي على فكره اللي بتكشف معادن المصريين الحقيقيين. احنا في مجلس النواب لو بنتكلم عن او بنتحدث عن نضال وبطوله حقيقيه اعضاء مجلس النواب اللي بيتحملوا هذه المسؤوليه الوطنيه وبشكل واضح على حساب شعبيتهم وعلى حساب ناخبيهم انا شايف ان ده اقصى وارقى درجات النضال والبطوله الحقيقيه. انما للاسف احنا في زمن يعني بعض بيحاول ينتزع فيه بطولات مزيفه وادوار مزوره. تمام. اخيرا عشان وقتنا دكتور صلاح المفروض خلاص الاتفاقيه احيلت للجنه الدفاع والامن القومي بعد موافقه اللجنه التشريعيه والتصويت هيكون خلال ساعات النهارده ولا احنا ما نعرفش ساعات ولا خلال ايام. الاتفاقيه احيلت لجنه الدفاع والامن القومي بالامس. تمام. لجنه الدفاع والامن القومي واحنا قاعدين هي بتجتمع يعني اجتماع. انا حتى سالت اللي هو كمال عامر رئيس اللجنه قال ان اللجنه تجتمع النهارده الساعه 10. يا ترى اللجنه تنتهي في الاتفاقيه في يوم ولا اثنين ولا ثلاثه؟ دي على حسب على حسب ما تنتهي اعتقد ان هي على اقصى تقدير. حضرتك راضي كممثل للشعب هنا وممثل طبعا عن دايره مهمه شبرا الخيم انك قمت بدورك في توصيل او اقناع الناس ان مهم جدا الناس تعرف ولا الموضوع خلال الجلسات اللي فاتت حتى هذه اللحظة الرأي العام ما اقتنعش ما كونش عقيدة ثابتة؟ لا خليني اقول لك ان الرأي العام عشان نتشكل يجب اتشكل استنادا على معلومات. للأسف احنا عندنا بعض الناس اللي بدأت تنتزع معلوماتها وتستقي معلوماتها من السوشيال ميديا ان واحد كاتب كذا يبقى كذا والناس بتخون والناس بتشوه وكلام ده كده. انا شخصيا بعد قرار امبارح يمكن حتى بعض نشر اسماء ومنها اسمي انما انا شخصيا كمواطن قبل ما اكون نائب راضي جدا عن ان انا بأدي دوري لصالح الدولة المصرية ولصالح بلدي وان اعتقد ان ولا جيش ولا رئيس ولا اجهزه سياديه واجهزه وطنيه احنا واثقين في تاريخها زي المخابرات العامه والمخابرات الحربيه ولا اي مواطن مصري هيقبل ان هو يفرط في ذره رمل مصريه. انما لما نحق الحقوق ونتعامل مع السياسه بشرف في زمن عز فيه الشرف زي ما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي انا متهيألي ان احنا راضيين عن نفسنا جدا. انا من امبارح يا استاذ محمد قلت للناس في دايرتي على فكره هعقد مؤتمر جماهير وهقعد مع الناس مؤتمر شعبي وهقعد مع الناس واي حد عنده استفسار او اتهام يجي يعرف الحقيقه ويعرف مننا بدل ما يعرف من حد تاني. نطلع على الوثائق بالتاكيد وبالوثائق والكلام ده كله هيعرض على الناس في الشارع. وانا واثق كمان يعني انا امبارح على فكره في مجموعه من الشباب دخلوا على الصفحه الرسميه بتاعتي ومجموعه من المواطنين عايزه تفهم وعايزه تعرف حقهم في قراصنا اللي عايز يعرف. سؤال اخير انا مش داخل يشتم ويخون ويشوي ده معلومه لا بعيدا عن كل ده سؤال اخير هل في ممكن نشبه الموضوع لان فينا كلام قيل ان لو في حاله مثلا ان احنا تمسكنا بتيران وصنافير مع عدم احقيتنا لو ده كان واقع لان احنا لغايه دلوقتي برضو لسه ما شفناش الورق ده رؤى العين لكن لا ده لو كان واقع هل لو احنا عملنا ده يبقى فعلا ده بيدي احقيه للسودان انها تاخد حلايب لان كان نفس الوضع تقريبا ولا ده مختلف؟ ده سؤال بالغ الاهميه بس خلينا اجاوبه في جزئين. اولا فيما يتعلق بحلايب وشالتين
كان احد الاسباب اللي مؤخره وضع نقاط الاساس السعوديه هم الاخر 8 نقط اللي هم قبل خط عرض 22 اللي لو اتحطوا من السعوديه قصادنا خلاص بقت قصه حلايب وشلاتين دي منتهية وبالفعل تبقى خلاص داخل الحدود المصريه باقرار دولي ومفيش كلام عليها ولا من السودان ولا من غيره. ده كان سبب تاخر حسم نقاط الاساس السعوديه من المملكه العربيه السعوديه. احنا الان خلاص قصه حلايب مجرد موافقه على الاتفاقيه وتوقيعها وايداعها للامم المتحده. قصه حلايب وشلاتين لا حديث اخر فيها. ده الجزئيه الاولانيه. الجزئيه الثانيه بقى هو السؤال، لو احنا الاتفاقيه دي رفضناها ما هو البديل؟ البديل ان زي ما حضرتك مثلا كده في كره القدم فريقين بيختلفوا بيروحوا لمين؟ للاتحاد الدولي بالظبط وموافقه الطرفين. السعوديه قالت الجزئتين دول بتوعي واحنا قلنا لا، النقاط الترسيم والاساس لا، ورحنا عاملين خط كده بدل خط مستقيم لفينا بالخط ورحنا حاطين الجزئتين في مصر. تروح السعوديه للامم المتحده حلو وفقا لقانون الدولي للبحار لسنه 82 تشكل لجنه تيجي تحط خط منتصف تحسم الموضوع دوت في اقل من 48 ساعه. طب حلو قوي. وهنا هنبقى احنا الحق بتاع الناس مش احنا اللي نديه لهم. يبقى انتزع يعني هذا في كلتا الحالتين لو كده لو حصل تحكيم دولي هتبقى نفس النتيجه في كل الاحوال. اللي بيغازل مشاعر الناس في كل الاحوال احنا اصلا ترسيم الحدود وتعيين الحدود ما بيبقاش زي ما قلت في الاول على هوا سياسي ولا مزاج ولا كده. هو لو ببص الموضوع كانه محكوم سلفا يعني كانه خلاص لو انا رحت لجأت للتحكيم الدولي او لجأت لكذا فالنتيجه مش هتبقى في صالحي. انت مش هتلجأ لتحكيم في السياسه او حتى في مقاربتي للامور عموما غلط. يعني المفروض ان انا يبقى في هامش للدفاع عن حقي او حتى الحق اللي انا مكتسبه. فكره طبعا. اني اسيب هامش او احكم مسبقا ان انا لو رحت كذا هتتاخد مني. استاذ محمد ده يبقى غباء سياسي بجد. ده يبقى الغباء السياسي بجد. وحتى يعني مش عايز اقول لك حاجه، ده غباء قومي. انت السعوديه دوله حليفه ليك ودوله مسانده ليك والعرب كلهم. انت ما تقدرش وانت بتتكلم عن حق عربي عربي ما بين مصر والسعوديه تيجي تقول لا انا هاجي خدوه عن طريق الامم المتحده. لبعض اللي بيفكر بهذه الطريقه. وعايز اقول لك على فكره ده مش تحكيم بس دولي. انا حضرتك فهمت السؤال غلط. ان انا بقول لو رحت للتحكيم الدولي فهي هتبقى من نصيب السعوديه. ليه انا احكم كاداره مصريه مسبقا بانها او اصادر انها خلاص هتبقى سعوديه؟ طب ما انا اشتغل واجتهد واشوف رؤيتي. انا طبعا عارف الرؤيه خلاص محطوطه دلوقتي، لكن هنا فكره انه في السياسه ما فيش احكام مسبقه بشكل كامل. يعني لا ما انا هقول لك انا في السياسه ما فيش. خلاص رحت يبقى بقت سعوديه. لا تبقى مصريه. ما انا هقول لك انا ليه. هقول لك انا ليه. لان انت مش هتروح لتحكيم دولي. مش من حقك تروح. هو قانونا لازم بناء على موافقه الطرفين. انت لا انت هتروح المتضرر هيروح للامم المتحده ويروح وفقا للقانون الدولي للبحار. انت ما عندكش خيار. انت اصدرت الحكم من سنه 90. انت اصدرت الحكم. نقاط قائمه. انت من سنه 90 اودعت لدى الامم المتحده نقاط الاساس. نقاط الاساس بتاعتك. انت قلت لهم يا جماعه ادي نقاط الاساس بتاعتي ايه؟ اللي هيجي مش هيعمل اي حاجه غير ان هو ياخد نقطه الاساس دي ونقطه الاساس اللي على الناحيه الثانيه في السعوديه ويشد خط في النص. تمام. بس طيب بنشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور صلاح حصب الله عضو مجلس النواب. ونتمنى يا رب ان النواب اللي بيكونوا على قدر المسؤوليه قدر الامانه طبعا في قضيه حساسه جدا قضيه تهم كل المصريين. بشكرك شكرا جزيلا. نتمنى لحضراتكم طبعا التوفيق وجزيل الشكر. اكيد مسؤوليه تاريخيه طبعا. وكمان قبل ما يبقى قدام الشارع قدام التاريخ كله بالتاكيد انتوا هتكونوا اكيد قد المسؤوليه. جزيل الشكر دكتور صلاح حصب الله عضو مجلس النواب. اشكرك يا استاذ. نروح بعد الفاصل ومع الدكتورة إيمان رجب خبير الأمن الإقليمي بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية هيتكلم عن زيارات الرئيس السيسي الأخيرة وتحديدا زيارته إلى برلين ومشاركته في القمة الإفريقية الألمانية. خليكم معنا بعد الفاصل.
كنا بنتابع مع حضراتكم مشاهد من مسجد السيدة عائشة وكمان من قلعة محمد علي. مصر الجميلة البديعة دايما بنتعود نشوف كده صور وإطلالات على مشاهد مختلفة من مصرنا الحلوة. نروح مع حضراتكم لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ألمانيا، زيارة استغرقت حوالي 3 أيام، شارك خلالها في القمة الإفريقية المصغرة التي استضافتها برلين تحت عنوان الشراكة مع إفريقيا ومستقبل التعاون الاستثماري. مشاركة الرئيس أتت في إطار الأهمية التي توليها مصر لتفعيل التعاون بين الدول الإفريقية ومجموعة العشرين في مختلف المجالات التنموية. هناك دائما رؤى وقراءات سياسية مختلفة للتحركات المصرية وتعزيز كمان للدور الإفريقي الأوروبي أو تحديدا الإفريقي الألماني. حول هذه الزيارة وأبعادها والأبعاد المختلفة ليها سياسيا واقتصاديا معنا في الاستوديو الدكتورة إيمان رجب خبير الأمن الإقليمي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. أهلا بك دكتورة، كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيب، صباح الخير عليك. أهلا بك يا دكتور وصباح الخير. وطبعا نقدر نقول هي قمة كانت مهمة جدا خلال 3 أيام، فيها جانب اقتصادي كبير، طبعا فيها مواضيع كتير شتى لكن فيها جانب اقتصادي كبير. شفتي ازاي هذه القمة كي التقييم المواد الطرح؟ يعني طبعا دائرة المستديرين اللي احنا اتكلمنا عليها امبارح كان مائدة للاستثمار في البنية الأساسية في افريقيا، شفتي ازاي هذا الطرح؟ اتفضل. طبعا هي زيارة البعد الاقتصادي فيها واضح، لكن في أبعاد تانية سياسية وأمنية لازم احنا ما نغفلهاش برضه، لأن هي مرتبطة باتجاه ألمانيا أن هي تخلق ليها دور في أفريقيا وفي الشرق الأوسط بالاعتماد على مصر. وده ربما الرئيس السيسي يعني حريص دايما على أن يشير إليه، سواء كانت في الزيارة اللي فاتت أو في لقاء ميركل في القاهرة أو في الزيارة الحالية. وبالتالي الجزء الاقتصادي صحيح كان مهم باعتبار ان المانيا قوه اقتصاديه لا يمكن تجاهلها، يعني الجي دي بي بيخليها، يعني الجي دي بي بتاعها بيخليها 5/6 على مستوى العالم. عندها استثمارات في قطاع الصناعه بما فيها صناعه السلاح، وده مجال مهم جدا احنا مهتمين به في مصر بصوره كبيره جدا. بدات كمان تنوع اسواق السلاح بتاعتها، اتجهت نحو دول الخليج، وبالتالي الاقتصاد مش قاصر بس على مجال الطاقه او الاستثمارات في الصناعات التكنولوجيه زي الموبايلات او العربيات، لا هي دخلت قطاع الصناعه في المجال الحربي او المجال العسكري، وده اتجاه جديد ما كانش موجود في المانيا قبل كده. وربما كمان الجديد اكتر ان هي بدات تهتم ان هي تعمل صفقات لبيع اسلحه خارج اطار حلف الناتو، وده يعني مش قاصر بس على بعض الدول الاوروبيه الحليفه ليها، لا بدات تتجه لدول الخليج، بتتعاون مع مصر في هذا المجال في اتجاه لتوسيع اسواق بيع السلاح الالماني داخل افريقيا. وبالتالي الجانب الاقتصادي ما يعني مش هو الجانب الوحيد في القمه او في الزياره بتاعت رئيس السيسي لالمانيا، في ابعاد ثانيه ومرتبطه بصوره رئيسيه باتجاه المانيا لخلق دور جديد ليها كقوة مؤثرة في منطقة الشرق الأوسط وفي شمال أفريقيا بصورة رئيسية. الجانب الاقتصادي طبعا هو مهم لنا كدولة مصرية باعتبار أن هي يعني مصر بتقع ضمن الإطار الأفريقي إلى جانب انتمائها العربي والإسلامي. الاستثمارات الألمانية في مصر يعني شهدت طفرة كبيرة جدا في 2016 مقارنة بسنوات فاتت، يعني سنوات الفاتت كان معدل الاستثمار متدني، في 2016 مثلا بيقدر عدد الاستثمارات حجم الاستثمارات الألمانية حوالي 619 مليون دولار، وفي اتفاقيات عقدت مع يعني الوزراء المصريين لتوفير استثمارات في مجال التعليم الفني تحديدا وفي مجال الصناعات مختلفة. وبالتالي الجزء التعاون الاقتصادي يعني واعد، ولكنه ليس المجال الوحيد لأن ألمانيا ما بتطرحش نفسها كقوة اقتصادية فقط. طب على الجانب الآخر الجانب السياسي، في ملفات كثيرة جدا منها مكافحة الإرهاب، منها كمان ملف الهجرة غير الشرعية، هو ملف يؤرق أنجلا ميركل ويؤرق ألمانيا بشكل كبير. في الملفين دول وملفات أخرى ممكن تكون طرحت خلال لقاء الرئيس السيسي بمستشار الألماني. طبعا زي ما حضرتك تفضلت الهجرة غير الشرعية هي القضية رقم واحد اللي بتعاني منها ألمانيا، مش بس في علاقتها بالدول الأفريقية والدول العربية، لا كمان بعلاقتها بدول المشرق بالذات بعد تدفق اللاجئين السوريين إلى ألمانيا وباقي الدول الأوروبية. الطرح الألماني بيقوم على فكرة أن مصر ممكن تتعاون معها في اتجاهين. الاتجاه الأولاني ضبط عملية الهجرة غير الشرعية اللي بتيجي من الدول الأفريقية وبتستخدم بعض المسارات اللي مصر ممكن تأمنها. الطرح الثاني له علاقة بليبيا اللي تظل المصدر رقم واحد للهجرة غير الشرعية اللي بتتجه لألمانيا وأوروبا. وألمانيا عندها تصور أن مصر
ممكن أن تلعب دور مؤثر جدا في تحقيق التسوية السياسية في ألمانيا في ليبيا، في تأمين الحدود مع ليبيا، في ضبط عملية تأمين السواحل الليبية على نحو يقلل عملية تدفق الهجرة غير الشرعية. وبالتالي التصور الألماني هو تصور إيجابي بصورة كبيرة إذا احنا نظرنا في مسألة الدور المصري في مكافحة الهجرة غير الشرعية. فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، ألمانيا عندها وضع يعني ربما يعني مختلف عن الدول الأوروبية الثانية. يعني لما حضرتك تشوف إجمالي العمليات الإرهابية اللي شهدتها ألمانيا خلال السنتين اللي فاتوا ربما أقل من دول أوروبية زي فرنسا. يعني ربما الحدث الإرهابي الكبير اللي شهدته كان في ديسمبر 2016 اللي هو حادث اصطدام عربية بمجموعة، صحيح. ما فيش أحداث كبيرة زي اللي شهدتها فرنسا، لكن رغم ده هي مدركة لوجود جاليات يعني أو تجمعات للتيار السلفي لجماعة الإخوان داخل ألمانيا. في تخوف أن دول يعملوا على ده بقى اللي القيام بأي عمليات. سؤالنا التالي ده اللي خلينا دايما بنقول أن ألمانيا في مجال مكافحة الإرهاب ممكن يكون فيه إلى حد ما لون أو يعني عدم تحرك واضح. يعني إحنا بنتكلم مثلا في مقاطعة قطر كان موقف ألمانيا منها برضو غير واضح وغير والدعوة للمصالحات بعيدا عن يعني اتخاذ أي خطوات فعلية لمكافحة الإرهاب، موقف رمادي كده زي ما بيقولوا. هي قطر يعني الأزمة القطرية أزمة حساسة لمعظم الدول الأوروبية، لأن قطر عندها استثمارات في أوروبا حوالي 338 مليار دولار. يعني وحتى في ألمانيا هي بتستثمر في قطاع صناعة السيارات الفولكس فيجن وغيرها. وبالتالي حساس قوي بالنسبة للحكومة الألمانية وهي داخلة على مرحلة الانتخابات ان هي تاخد موقف. ده مش واضح حساسيه يعني، احنا بنتكلم بقى ان احنا في يعني في مجال الاختيار، لا انا بحارب ارهاب او ان انا بفضل مصالحي. ما الاختيار واضح، الاوروبيين الاختيارات عندهم مختلف. يعني القائمة يعني اكافح ارهاب هو وحش بس في نفس الوقت ادعم الدوله ويبقى علاقاتي معها جدا عاديه مع الدوله اللي بتدعم الارهاب وبتموله. هم ما بيشتغلوش بطريقه حديه اما او لا، هو المواقف مختلطه وبيفصل دايما الحاجات. يعني قطر بتستثمر عنده في قطاع صناعه السيارات، يبقى قطر ينمي علاقتها معها في المجال ده. في اسئله كتير على سياسات قطر فيما يتعلق بتنظيم داعش وجبهه النصره، لا انا اتابعها. يعني ده التوجه الالماني. اي ما يعني انا لو بتابعها اتخذ برضه خطوات. ما هقول لك، هو لازم نفهم هم الالمان بيفكروا ازاي عشان نعرف نوصل لارضيه مشتركه عشان نشتغل على المصالح المشتركه بينهم. البحراك الالمان اتجاه منطقه الشرق الاوسط ثلاث قضايا رئيسيه. للاسف الازمه القطريه مش على راسها، هي بتهتم بالصراع بسوريا باعتباره مصدر للاجئين السوريين. صحيح. اللي هي استضافت عدد كبير جدا منهم. بتهتم قوي بتركيا والوضع السياسي داخل تركيا نتيجه وجود كوميونيتي تركي كبير داخل ألمانيا ومستثمرين ورجال أعمال، وعندها كمان أكراد اللي هم معادين للنظام التركي. بتهتم بمستقبل إيران وعشان كده هي لعبت دور مهم جدا في اتفاق 5+1. وعندها حرص شديد أن الإدارة الأمريكية ما تنقضش هذا الاتفاق مع الجانب الإيراني. في إطار الثلاث قضايا دول، الأزمة القطرية بالنسبة لها مش قضية كبيرة. أي أنا مش بتكلم عن أزمة قطرية يعني على عكس القضية. لا بس معلش أوصل دي، أنا مش بتكلم عن أزمة قطرية دلوقتي، أنا بتكلم على ملف كامل لمحاربة الإرهاب. أنا عندي دولة بعينها قطر بقى علي حسين، مش مشكلتي تسمية هذه الدولة، أنا بتكلم في ملف عندي دولة داعمة للإرهاب على مستوى العالم. حضرتك بتقول إن هي مهتمة بالقضية السورية، هي كانت من الدول الأساسية في خراب سوريا وهكذا. إن إحنا عارفين إن هذه الدولة ممولة وداعمة وساندة وكل ما يقال في ملف الإرهاب. فأنا ما باخدش ناحيتها أي نوع من أي تحرك ولو حتى بالشجب بالتنديد. التوجه المصري في التعاون مع ألمانيا بخصوص مكافحة الإرهاب وما أكثر اتساعا، يعني هو مش حصر الموضوع، يعني الحكومة المصرية مش حصر الموضوع على قطر. الرؤية المصرية في التعاون مع ألمانيا في المجال ده قايم على فكرة مكافحة الأفكار المتطرفة، تحييد النشاط الإخواني داخل ألمانيا وفي بعض العواصم الأوروبية اللي ألمانيا بتلعب فيها نفوذ، استعادة الدور النشط لمصر في مكافحة الأفكار المتطرفة بين الجاليات الإسلامية في ألمانيا وفي الدول الأوروبية. عشان كده حضرتك بتلاقي في تنسيق عالي قوي بين وزارة الداخلية الألمانية وبين مرصد الأزهر، زيارات مختلفة اللي بتتم بينهم بهدف تطوير الخطاب الإسلامي السائد في ألمانيا. في تنسيق أمني فيما يتعلق بتتبع حركة العائدين من سوريا أو المهاجرين من ليبيا أو من تونس واللي بينخرطوا في أعمال إرهابية داخل ألمانيا. لكن المسألة بتاعت قطر بالنسبة لألمانيا هي مسألة معقدة، فيها بعد اقتصادي، في مصالح مشتركة. الألمان زيهم زي الأوروبيين يقول لك اديني وثيقة تؤكد أن قطر دعمت التنظيم الفلاني ده بمبلغ كذا.
وده بيضع عليا عبء كدوله مصريه او على الدوله المصريه مع حلفائها في الخليج. في فتره من الفترات ما كانش عندنا ده لكن مؤخرا احنا دلوقتي بقينا بنتحرك بملف في هذه الوسائط. ما هقول لحضرتك هو مش بس يكون عندي وثيقه، انا يكون عندي قدره ان انا اسوقها صح. صحيح. يعني القائمه اللي طلعت ب 59 شخصيه باعتبارها شخصيه تمول الارهاب و12 هيئه للاسف القائمه دي مش معتمده على الامم المتحده يعني. وبعدين اهميه تدويلها بشكل دولي يبقى في محفل دولي زي الامم المتحده. صحيح. انها تاخد راي مصر ودول اللي قطعت قطر. بشكرك شكرا جزيلا دكتوره ايمان رجب خبير الامن الاقليمي مركز اهرام للدراسات الاستراتيجيه. وصلنا مع حضراتكم لختام حلقتنا. شكرا اسماء ودعوه كده. شكرا يا دكتور شرفتينا لاعضاء مجلس النواب النهارده وممثلينا ومن يمثل الشعب المصري ان هم ان شاء الله يدققوا كده ويعرفوا ان هم بيقولوا كلمه للتاريخ بالتاكيد كلمه للتاريخ واعتقد ان احنا قدها ان شاء الله. وجزيل الشكر ونشوفكم بقى الاسبوع القادم.